أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي لغات، بنكمل مع بعض دراسة يونت 6 في منهجنا Connected Plus 5، والنهاردة هناخد Lesson 7 والدرس الأخير في الوحدة دي، وعبارة عن Story، قصة لطيفة جدا أتمنى تعجبكم. بس خلونا الأول نبدأ بقراءة الكلمات. Frightened frightened يعني خائف، surprised surprised مندهش أو متفاجئ، loudly loudly بصوت عالي، hit hit يصدم أو يضرب، wave wave يلوح بيده هو الشكل ده، is waving goodbye بيلوح مع السلامة، wave glad glad يعني سعيد equal happy. عندنا كلمات كمان railway line، railway line يعني خط سكة الحديد اللي بيمشي عليه القطر اللي هو ده. وأحداث القصة يعني بتدور في مكان زي ده تقريبا، ده railway line. فوكس فوكس ثعلب، فيلدز فيلدز حقول، اكسبنسيف اكسبنسيف غالي الثمن، هيل هيل تل، لايتس لايتس أضواء، فلاج فلاج علم. وهنشوف النهاردة في أحداث القصة العلم اللي هو ده، وهنفهم إيه لما الفلاج أو العلم بتاعي يكون أحمر ده يا ترى معناه إيه؟ سويدر سويدر السترة، ستيشن ستيشن محطة، وغالبا هي برضو ريلواي ستيشن هي محطة السكة الحديد اللي بنركب منها القطر. كوايت كوايت هادي، ويندي ويندي شديد الرياح، درايفر درايفر يعني السواق أو السائق. بنكمل عندنا بعض الكلمات والـ definitions بتاعتها، glad اللي هو مسرور، happy about something سعيد بحاجة معينة، loudly بصوت عالي، with a lot of noise كثير من الضوضاء، hit يضرب أو يصدم، go into something quickly or hard لو يصدم أو يصطدم في شيء، wave wave شفنا الصورة، move your hand or something in your hand up and down يلوح، يا إما بتلوح بإيدك يا إما بتلوح بشيء في إيدك زي علم مثلا. frightened frightened خائف أو مرعوب، feeling afraid because you think something bad will happen لو بتشعر بالخوف لأنك بتعتقد إن شيء سيء سوف يحدث. surprised surprised مندهش أو متفاجئ، the feeling you have when you don't expect something بيقول لك الشعور اللي بتحسه لما ما بتبقاش متوقع شيء معين يحصل. conjugation of verbs wave waved waved يلوح بيده، move moved moved يتحرك أو ينتقل يعزل يعني، snow snowed snowed تمطر ثلجا، leave left left يغادر أو يترك، fall fell fallen يقع، hurt 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 يؤذي أو يؤلم. عندنا important expressions and prepositions، arrive in يصل إلى وبيجي وراء مكان كبير، arrive in a city مثلا مدينة أو ممكن دولة، angry with غاضب من، at night في الليل، take it off يعني يخلع أو يقلع زي ما نشوفه في القصة بيقلع الجاكيت أو السويدر بتاعه، in the countryside يعني في الريف، you did the right
فعلت الصواب، pass up and down يعني يمر صعودا وهبوطا، it's a good place to مكان جيد لي، on the train على متن القطار. نبدأ نقرأ قصتنا بقى. القصة بتاعتنا عنوانها The Railway Children يعني أطفال السكاء الحديد by E. Nesbitt، ده اسم المؤلف يعني. روبرتا فيليس and Peter lived in a large house in London, England. روبرتا وفيليس وبيتر كانوا عايشين في بيت كبير في مدينة لندن في إنجلترا. One day، ذات يوم، their father had to leave them to work in another country. والدهم كان لازم يغادر أو يسيبهم علشان هيروح يشتغل في دولة تانية. This house is too expensive for us. While father is away, we must leave London and move to a smaller house in the countryside, said their mother. مامتهم قالت لهم البيت ده مكلف قوي بالنسبة لنا، وأثناء ما الأب أو الفازر بعيد، إحنا لازم نسيب لندن ونروح نعيش في بيت أصغر شوية في الريف عشان يوفروا يعني. Their new house was near a railway. بيتهم الجديد كان قريب من خط السكة الحديد. They arrived in the night. وصلوا القرية أو المكان اللي عايشين فيه في الريف ده بالليل، مساء يعني، and walked to the house from the station. ومشيوا من المحطة لحد البيت. Why is it so dark? said Roberta. At night in London, there were always lots of bright colorful lights. بتقول هي الدنيا ضلمة ليه هنا كده؟ في لندن بالليل بيبقى دايما في أضواء لامعة وملونة. There are no street lights in the countryside, said their mother. مامتها ردت عليها وقالت لها ما فيش أنوار في الشوارع في الريف. And why is it so quiet? asked Peter. In London, everybody walked quickly and talked loudly. بيتر بيسأل هي الدنيا ليه هنا ساكتة كده؟ في لندن كل الناس ماشيين بسرعة وبيتكلموا بصوت عالي. There are not many people in the countryside, said their mother. ردت مامته قالت لأن مفيش ناس كتير هنا في الريف. That night, the children did not sleep. في الليلة دي الولاد ما ناموش. It was quiet. الجو كان هادي جدا. But they could hear animals calling in the night. ولكنهم كانوا سامعين صوت حيوانات عمالة calling يعني شبه تعوي كده في المساء. I'm frightened, said Phyllis. I don't like it here. فاليس أختهم بتقولهم أنا خايفة، أنا مش حابة المكان هنا. Everything looked very different in the morning. كل حاجة اتغيرت تماما في الصباح. The house was small. البيت كان صحيح صغير. But its rooms were sunny. لكن الحجرات بتاعته كانت مشمسة ومنورة جدا. And from their bedroom window، ومن شباك حجرة نومهم، they could see beautiful green trees and fields. كانوا قادرين يشوفوا أشجار خضراء جميلة وحقول. One day، ذات يوم، the children were walking near the railway. كانوا الأولاد ماشيين بالقرب من خط السكة الحديد. It was a very windy day. كان يوم ده يوم عاصف جدا، شديد الرياح. And Peter was very surprised. بيتر كان متفاجئ جدا when he saw a big old tree. It was moving. كان متفاجئ لما شاف شجرة كبيرة كده بتتحرك. Look, he said. The tree is falling on the railway.
بيقولوا انظروا الشجرة وقعت على خط السك الحديد. What can we do? said Phyllis. A train will hit it. بتقول لهم هنعمل إيه؟ القطر هيخبط فيها. A train will be here soon, said Roberta. قالت لهم القطر هيجي بسرعة. Peter, your sweater is red. Take it off. إيه قالت لبيتر إيه السترة بتاعتك لونها أحمر، اخلعها بسرعة. Why? he asked. ليه؟ We can make a flag with that. نقدر نعمل بيها علم. A red flag means stop. العلم الأحمر معناه توقف، يعني خطر. Danger. They ran back along the railway to a hill. جريوا بسرعة بطول خط السكة الحديد لحد ما وصلوا على تل كده. When the train came، لما القطر جاي وهو جاي، they waved the sweater to stop it. قعدوا يلوحوا بالعلم اللي هو أحمر أو بالسويتر السترة عشان يوقفوه. The train was very fast. القطر طبعا كان ماشي بسرعة جدا. But the driver saw the red sweater and quickly stopped the train before it hit the tree. طبعا السواق شاف العلم الأحمر وعشان كده وقف القطر بسرعة. وطبعا على ما وقف كان الحمد لله طبعا وقف قبل ما يخبط في الشجرة. Thank you children, the driver said. قال لهم إيه السواق شكر الأولاد أو الأطفال وقال لهم You helped everybody on the train. أنتوا أنقذتوا أو ساعدتوا كل واحد على القطر ده. You did the right thing. أنتوا عملتوا الصح. That night, في تلك الليلة بقى, they heard animals calling again in the dark. كانوا سامعين الحيوانات بقى عمالة تنده على بعضها أو بتعوي يعني في المساء. Are you still frightened of the countryside, Phyllis? Your mother asked. تسألها بتقول أنت لسه خايفة من الريف يا فيليس؟ لا no, I know it's just a fox. لا أنا عارفة إن هو مجرد ثعلب. said Phyllis. I didn't know what it was when we first arrived here. أما كنتش عارفة هو إيه ده أول ما وصلنا هنا. I like living here, said Peter. بيتر قال أنا حابب العيش هنا. I'll be glad when we go back to London. أما روبرتا قالت لهم أنا هكون طبعا مبسوطة لما نرجع للندن. But I understand life in the countryside now. ولكني دلوقتي أنا فاهمة الحياة في الريف عاملة إزاي. It's a good place to live. إنه مكان جيد للعيشة فيه. وكده خلصت القصة بتاعتنا. طبعا المورال منها إن إحنا ما نحكمش على الحاجة بسرعة لأن ممكن يتضح أو كل شيء إيجابيات وسلبيات، فممكن بعد كده نعرف إن الحاجة دي كويسة. وأكيد طبعا إن إحنا لازم نتصرف بسرعة ونحاول ننقذ الآخرين لو في خطر ممكن يتعرضوا له. تعالوا نحل بقى جزء من الاكسرسايز على الدرس. خلينا نحل read and complete the text. Number one. When the boring film finished, لما الفيلم الممل خلص, I was أكيد glad. كنت مبسوط. The car was going fast and a tree hit a tree. ضربت أو صدمت الشجرة. The children were talking. talking كان بيتكلموا بأني طريقة. talking loudly. The children feel of the dark at night. feel frightened. كانوا عشعرين بالخوف من الظلام في الليل. خلينا نروح على الاكسرسايز تاني. read and match. تمام. The children waved to the people on the train. الأولاد كانوا عمالين يلوحوا للناس على القطر ليه؟ يا ترى لا هو ما يقصدش بيلوحوا بالعلم، في فرق ان هو اللي هو بي باي باي كده بإيده، أكيد ده to be friendly، أوكي عشان يبقوا ودودين بيرحبوا بيهم يعني.
يبقى دي نمبر A. نمبر 2 in the countryside they did not have street lights، ما عندهمش أنوار في الشوارع. To see on the dark road. Okay, this is number number 3. Peter took off his sweater to make a flag. They waved the flag، هم لوحوا بالعلم to stop the train. Okay. نكمل كمان تمرين. Okay. Choose a correct answer. Means happy about something، مبسوط بحاجة اللي هو glad. He speaks with a lot of noise، بيتكلم بكثير من الضوضاء. He speaks loudly. 3. They to me، they move their hands up and down، بيحركوا ايديهم فوق وتحت. يبقى they wave to me، بيلوحوا لي. Peter took the sweater to make a flag. Peter took off اللي هو خلع السويدر to make a flag. وبكده انتهى درسنا النهاردة، أتمنى تكون القصة عجبتكم. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصل باقي الدروس، وتعمل شير للفيديوهات عشان تدعم القناة. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.